ضيفنا اليوم جانا من الجنوب الجزائري، علوان محمد مصطفى، صاحب فيلم صرخة صمت. الفيلم يحكي على اختطاف ديال دراري صغار والمتاجرة بالأعضاء تاعهم. ثقافة تاع السينما دي فوا كتصور برا طيح في لي بروبليم هادو، واحد يجي فايت بار اكزومبل ما يبغيش يتصور يدير هاك يعني بير يخسر دي فوا متعاود المشهد بليزير. اسمع محمد، صرخة صمت واش تقصد بالعنوان هذا اكزاكت؟ اسيي تدي ماكسيمو باش من بعد على الاقل تلقى في المونتاج واش تدي. ركز، ما هو طبيب ويخدم مع الدراري ويعرفوا نسبه ويضحك معاهم.